حنا كنتواجدوا في المعرض الفلاحي النسخه 16 مكناس. تبارك الله الاجواء زوينه، الماشيه موجوده، الخير موجود كيف ما كتشوفوا. هذا الخير هذا الله يزيدنا من فضله. بالنسبه للماشيه كاينه، ماشي ما كايناش. بالنسبه لعيد الاضحى الحولي كاين، الحوليه موجوده، الاكتفاء كاين، الخير موجود. بالنسبه للثمن طالع، علاش طالع الثمن هذا العام؟ ما غنهضرش لكم على الجفاف وعلى المناخ والمسائل الاخرى، انا هضر لكم على العلف. العلف الدعم قليل، علاش؟ كيعطيوك 10 الخيشات، اش غدير لك 10 الخيشات اللي عنده 600 800 ديال الغنم؟ فهمتيني؟ 600 800 1000 2000 اش غدير لي 10 الخيشات؟ وبالنسبه للعلف طلع ضرب في جوج، ملي ضرب في جوج لا درتي عمليه حسابيه غيطلع لك الخروف غالي. راه ماشي كساب اللي كيزيد ولا الفلاح، ما نهضرش ثاني على الجفاف. الجفاف لعب دور كبير، حطم الفلاح بزاف والكساب، حطموا لواحد الدرجه ما كتصورش. حنا كنطلبوا في الدعم يتزاد، كنطلبوا من وزاره الفلاحه تزيدنا الدعم، لا بالنسبه للعلف، لا بالنسبه للماتيريال، لا بالنسبه لبزاف ديال الحوايج، تعاون معنا. وبالنسبه للابناك كنطلبهم يتعاونوا معنا، انتوما يتعاونوا معنا. الناس كتشكى بزاف، ما كنهضرش انا على راسي، الناس كتشكى بزاف. وانتوما كيف ما كتشوفوا هذا الخير ها هو قدامكم، الخير راه موجود، الخير موجود عندنا في البلاد. الثمن في العيد اختي كانت هاد السنين اللي فات كان بنادم كيبدا ابارتيغ بواحد 2000 درهم وطلع 3000 درهم راه معيد. هاد العام زيوده واحد 1000 درهم هي اللي زايده، بحال على 3000 درويش، يبدا من 3000 درهم وطلع الفوق. بالنسبه للخروف كندوي، بالنسبه للحوليه ولا الجدعه ولا الجدي هذيك راه هضره اخرى. بالنسبه للحوليه باديه من 2000 و 2000 درهم وطلع الفوق، على زيده 1000 درهم في الخروف و 1000 درهم في الحوليه. الحولي سا ديبون على حساب واش علفتيه واحد البيريود قصيره ولا البيريود. اما بالنسبه للنهار نعطيك انا الديتاي ديال النهار، النهار كيتقام عليك اخويا ب 30، من 30 حتى 40 درهم في النهار. هذه حولي مهلي، فهمتي؟ مهلي كتعطيه الفيتامينات، كتعطيه بزاف د الحوايج، كاع داكشي اللي كيحتاجو كتعطيه ليه. الله يصاوب والله يدير الخير، وكيف ما كتشوفوا الخير راه موجود. الخير اللي كاين هذا العام في المعرض الدولي الفلاحه بمكناس ما عمرو داز، لا بالنسبه للماشيه لا بالنسبه لجميع المنتجات. سلاله ديال الضيعه ديال علاء الشريف العسري، الضيعه متواجده في مدينه القصر الكبير، وهاد السلاله سميتها الميرينوس، الاصل ديالها فرنسي ولكن متواجده في المغرب من قديم. وهاد السلاله هذيك سلاله لحميه كتميز بجوده اللحم ديالها، والميزه اللي فيها انها كتغلى دغيا دغيا دغيا، كتعطي الوزن ديالها في واحد الظرف وجيز بارابور السلالات الاخرين. كاين اقبال عليها، وحنايا الصراحه كنديروا شويه الكروازمو مع تيم حديث، كاينه نتيجه مزيانه بالنسبه للناس اللي كيذبحوا، ولكن اللي مركزين عليه هو اننا كنبيعوا للناس الكسابه باش يكسبوا بها. فحول كنبيعوها حنا فحوله باش الناس تكسب بها. واللي مزيان فيها بزاف كتاوم عاوتاني، عندها التوام، النسبه ديال التوام بزاف. هادشي اللي كاين. بصح نيت العرض قليل هاد العام بارابور السنوات اللي فاتوا، هادشي اللي خلى الثمن انه يطلع. الاعلاف راه في ثمنها، الثمن اللي طلع شويه، ولكن العرض حيت قليل الثمن ديالها طلع، يعني صعيب صراحه، ماشي في المتناول ديال المواطن ديالنا. ودابا تقريبا على التراوح هذا العام في النظر ديالي انا العيد الكبير يقدر يتراوح حتى 5000 درهم، ما بين 3500 درهم حتى 5000 درهم. يعني راه جميع الاصناف بطبيعه الحال. السردي شويه غيكون غالي، الميرينوس حتى هي يا كتكون دايره شويه الثمن، ولكن السردي حيت قليل في البلاد بزاف، وحنايا السلاله دخلت عليها ديال سبليون شويه، ولا الثمن ديالها في المتناول بارابور السردي. السردي حيت قليل في المغرب بزاف، زاد طلع ثمنه اكثر. هادشي اللي كاين. وهاد السلاله هي ديالتنا زعما مزيانه بالنسبه للمواطن في الاستهلاك ديالها، وداكشي راه مزيانه السلاله مزيانه. الثمن بحالها بحال الاخرين. بحال الاخرين، الثمن واحد. بالنسبه للفحوله حنا كنبيعوا الاكثريه الفحوله، نقول لك الثمن ديال الفحوله كتراوح ما بين 8000 درهم حتى 6500 درهم.